دلوقتي انا بعمل سد الحنك، سد الحنك في الحظر، نص كوبايه دقيق، وبنقعد ايه نطير الدقيق يقع كده بره الطاسه في الحوض لغايه ما يبقوا ربع كوبايه، عشان احنا محتاجين ربع كوبايه بس، فنحط نص كوبايه ونطير ربعها بره، واحنا بنقلب كده يطير الدقيق بره ايه ويبعتر الدنيا على الحوض وتيجي هنا ايه تزعق وكده. طبعا دي الزبده اهي انا بتسيح جنب جنب الطاسه عشان انا معيش طاسه تانية، بس دي حركه معلم محدش عارف يعملها، حركه ان انا اجمع دي كله في حته والزبده في حته. هناخد بقى دي ميه بسكر، يعني كوبايه، هناخد نصها. اهم مرحله انك انت تتاكد ان في باسكت، في باسكت، في زباله جنبك، عشان اول ما هتخلص هنرميه على طول في الباسكت، ولا من شاف ولا من دري. هناخد بقى الطاسه نغسلها كويس برضو، ونغسل الحاجات دي كويس عشان ما حدش يعرف انت عملت ايه. وبالنسبه للريحه اللي طالعه ممكن نرش بقى اي معطر جو او حاجه. وشكرا، وبألف هنا وشفا، وانا اسف. طبعا يا جماعه انا بهزر، ما ترماش ولا حاجه، اهو سد الحنك بالهنا والشفا.